ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب، وزارة الثقافة أعلنت عن جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل. وطبعا يعني من الأخبار الرائعة جدا 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 إنه مخرجنا الكبير أستاذ محمد فاضل حاصلا على جائزة النيل. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا أستاذ يوسف. ازيك يا أستاذ محمد؟ إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الأخبار جميلة. طيب، ده شيء رائع، والحصول على جائزة النيل. النيل طبعا هي أكبر جائزة فنون وغير فنون، هي في أربع فروع يعني، فلا شك إن جائزة لها قيمة كبيرة جدا، وخصوصا أنها من وزارة الثقافة أيضا يعني، والمجلس الأعلى للثقافة. ده مما لا شك فيه. أستاذ محمد، حضرتك يعني قدمت مسيرة طويلة جدا بعطاء عظيم الحقيقة، سواء إذا كان في السينما أو في الدراما، ومش هقول إنه وتوجت بجائزة النيل، لأن أنا من الناس اللي تشوف أستاذ محمد فاضل دائما أكبر من الجوائز يعني، وإن كان ده في حد ذاته رائع. يجي هنا سؤال بقى، هل أستاذ محمد فاضل بيفكر في مشروع جديد ولا لسه؟ والله بص، اصل هو الفنان خصوصا الفن الدرامي، عارف لو انا رسام كنت اقول لك والله هقعد قصاد لوحه جديده او تمثال جديد اعمله، لانه نوع الفنون ده ممكن يبقى احادي، لكن فنون الدراما بالتحديد يعني اولا لابد ان جهه انتاجيه، يعني جهه انتاجيه تبقى عارفه قيمه هذا العمل، ثم طبعا مؤلف وممثلين ومصورين وبقيه هذه المجموعه، بدون ان المجموعه دي كلها ما تبقاش متكامله فخلاص يعني. وبعدين الافكار ما بتخلصش يعني، من ناحيه انه لا، ما فيش، ما حدش يقول لك والله ده انا خلاص كده، لا، بالذات الاخراج يعني غير لعيب الكوره، يعني لعيب الكوره لابد في سن معينه يعتزل، لانها لكن المخرج بالتحديد لا، بيبقى قاعد على كرسي ويخرج يعني. يعني بس انا عارف استاذ محمد فضل ما بيقعدش على الكرسي، يعني استاذ محمد فضل بيبقى دائم النشاط داخل موقع التصوير، لكن هل ده مش معناه انه ممكن يبقى في بعض المشروعات المكتوبه بتتقدم للاستاذ محمد يفكر فيها؟ طيب في الحاله دي نقدر نشوف الجهه الانتاجيه اللي هتبقى متوليه المشروع؟ والله بص، احنا عندنا مؤلفين يعني، في يعني الحمد لله مصر زي ما بيقولوا ولاده، لا عندنا مؤلفين ما خلصوش، طبعا في العظماء اللي سبقوا استاذ اسامه انور عكاشه، وفي حاليا موجود برضو استاذ مجدي صابر واستاذ محمد جلال عبد القوي، ده الجيل القديم ده على سبيل المثال. وطبعا كان في ابو الاعلى السلامون يوسف الجندي ومحفوظ عبد الرحمن طبعاً. النهارده لازال موجود اولا الجيل السابق اللي هو زي ما قلت امثله منه، والاجيال الجديده، الاجيال الوسطيه والجديده الحمد لله. انا طبعا بتابع يعني، انا دي شغلتي، فانا يعني على صله واطلاع على يعني التاليف الموجود، هو اساس العمليه الدراميه والانتاج، لانه بدون انتاج فاهم ايه الحكايه، المخرج مش هيقدر يعمل حاجه. صحيح صحيح. على كل إن أنا أشكرك جدا يا أستاذ محمد، وهقول ألف مبروك على الجائزة طبعا، ده مما لا شك فيه، وأنا سعيد جدا 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 بأن احنا سمعنا صوت حضرتك في برنامجنا التاسعة. كل الشكر لمخرجنا الكبير والعظيم الأستاذ محمد فاضل، ودي كانت مكالمة يعني للتهنئة بعد حصول أستاذ محمد على جائزة النيل.